مشاهدينا الكرام في المنطقة الغربية تحديدا على أرضية استاد حمدان بن زايد تجري مباراة فريقي الشارقة والظفرة. التعادل حتى الآن، تبقى 3 دقائق بالإضافة إلى الوقت بدل الضائع على نهاية هذه المباراة. الشارقة تقدم أولا عن طريق أحمد خميس في الدقيقة 9 هداف، ونجم فريق الظفرة منكيتي ديوب يعادل النتيجة من علامة الجزاء في الدقيقة 28، لكن بعدها مباشرة أحمد خميس مرة أخرى يعود ويسجل هدف التقدم لمصلحة الشارقة بهدفين مقابل هدف واحد في الشوط الأول الذي انتهى بهذه النتيجة، هدفين مقابل هدف واحد وإصابة البرازيلي فليبي نجم فريق الشارقة. هذه الإصابة وخروج اللاعب أثر كثيرا على الشارقة. منكيتي ديوب بكرة رأسية رائعة يسجل هدف التعادل لمصلحة الظفرة، وما زال الظفرة يهاجم حتى الآن فريق الشارقة محاولا تسجيل هدف التقدم. سلسلة من الهجمات ضاعت على فريق الظفرة الذي تسيد الشوط الثاني بالكامل وكان هو الأفضل وما زال هو الأفضل حتى الآن محاولة لتسجيل الهدف الثالث. تبقى تقريبا 3 دقائق أو 5 دقائق، دقيقتين بالإضافة للوقت بدل الضائع لنهاية هذه المباراة. سنوافيكم بالنتيجة بإذن الله في أقرب وقت. ركلة جزاء؟ طيب حسبها؟ لا.